ازيكم حبيب قلبي جيجي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض حصري من مطبخ جيجي على قد ايدي. طريقه عمل ايه الفراخ الكنتاكي هنشوفها النهارده. بتكات حلوه جدا وبسيطه وبدون حاجات مكلفه خالص خالص خالص، ولا التوابل الغريبه اللي بنسمعها دي. الحلقه النهارده حلوه جدا جدا. قبل ما نبتدي، عشان بجد هتبهركم، يعني هتبهركم، ما تنسوش اللايك حبايب قلبي جيجي. اول حاجه عايزه اقطع معاكم الفرخه. الفرخه بتتقطع القطع بتاعتها ازاي؟ دي اهم حاجه. معايا فرخه تكون كيلو و300، كيلو و400، اقصى حاجه كيلو و500 جرام، مش اكتر من كده. كل ما تبقى صغيره كل ما يبقى احسن واحسن. طبعا الفرخه اتغسلت وفتحتها نصين اهو بالشكل ده. هاخد كده كل نص كده لوحده. تعالوا اوريكم بتتقطع ازاي بتاعه الكنتاكي بتاعتنا اهو. ادي اول قطعه تمام، وادي القطعه الثانيه دي اهي تمام. هنا هاخد القطعه دي. كل ما تبقى قطع صغيرة كل ما يبقى احسن وتستوي اسرع اهي، عشان ما يبقاش فيها دم. ممكن كمان اقطع دي اتنين. بصي انا هقطعها حتت صغيرة قوي. بصي اهو بالشكل ده. بصي عملت القطعة قد ايه. ادي واحد اتنين تلاتة، ادي اربعة. ادي خمسة. ممكن اشيل كمان، استبعد العضمية دي اهو اهي. ادي خمسة، ودي هتبقى الستة معايا. بس عايزة ايه، اوضبها شوية من العظم ده، لان هي اصلا لما بتيجي تشتريها تاكليها يعني برة ما بيبقاش فيها العظم القوي ده اهي. كده اهو ممكن نظبط الدنيا كده اهو، نقل منها العظم ده بالشكل ده كده. ممكن برضو نقل حتة الدهون. لو عايزة تشيل الجلد خالص مفيش مشكلة، بس انا هعملها بالجلد بتاعها. بصوا بقى، عملنا من النص، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هقطع النص التاني ستة برضو وارجع لكم تاني عشان ما اخدش من وقتكم. استنوني حبايب قلبي جيجي. تعالوا بقى، بعد ما قطعت الفرخه بتاعتي اهي قطع صغيره، قطعتها 12 قطعه زي ما قلنا. غسلتها تاني، غسلتها بليمون وبخل وبملح، خليتها زي القشطه تاني. وانا غسلها قبل غسلتها تاني بعد التقطيع. تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي احنا بنحطها عشان تديني طعم 99% من الكنتاكي الاصلي. طيب بنحط ايه يا جيجي؟ بص بقى، معايا هنا معلقتين بابريكا ماشي، معايا معلقه كبيره شطه. الشطه مش هيبقى حار ولا اي حاجه، هي هتعلي معايا التست بس. لو انت عايزه الكنتاكي بتاعك حار هتحطي 3 معالق من الشطه، يعني 2 هنا، يعني كلها 3. هتستغني عن البابريكا وتحطي 3 معالق شطه لو انت عايزاها حاره. لو انت عايزاها مش حاره هتحطي معلقه واحده كبيره من الشطه، ما تخافيش مش هتبقى حاميه ولا حاجه. ومعايا معلقتين من البابريكا، ومعايا معلقه كبيره من الملح، معايا ربع معلقه من الكزبره الناشفه ربع، معايا كمان نص معلقه من الثوم البودره، ومعايا معلقه كبيره مليانه قوي، قصدي ده بصل بودره. ده بصي اللي بيبقى خشن شويه ده بصل بودره. ومعايا معلقه كبيره مليانه جدا من الثوم البودره بس. مفيش بقى اي حاجه تاني، ولا كاري ولا كركم ولا اي حاجه، وتطلع معاكي احلى كمان من محلات بره. معايا كمان ايه، معايا كوبايه صغيره مليانه من اللبن الساقع، ومعايا كوبايه ميه ساقعه. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نسمي كده على الحاجه عشان تطلع معانا زي الفل. هنزل بالتوابل كلها كده اهو. دي التوابل، دي توابل فرخه كيلو ونص، الفرخه بتاعتي كيلو ونص، وعليهم كوبايه اللبن اهي. لو ما عندكيش لبن عادي حطي كوبايتين ميه ومعلقه زبادي. وادي كوبايه الميه الساقعه. هجيب بس حاجه كده نقلب كده الخليط بتاعنا ده كويس قوي. ادي
هناخد بقى الخليط بتاعنا ده ننزل على الفراخ الحلوة بتاعتنا دي كده اهو بالشكل ده، وهقلب هقلب كده اهو، وهسيبها بقى في التتبيله دي لمده 6 ساعات. لمده 6 ساعات. لو عايزه تعملي فرختين اعملي، لو انت عايزه تسيبيها من قبلها بيوم سيبيها من قبلها بيوم، هتبقى تمام برضو ما تقلقيش. وبعد 6 ساعات هنرجع مع بعض، او لو عايزه تسيبيها يوم كامل سيبيها زي ما تحبي، بس اقل حاجه 6 ساعات. وبعد كده هنطلعها علشان خاطر نشوف التكنيك بتاع القلي بدون لا كونفليكس ولا اي حاجه خالص خالص مكلفه، كلها حاجات من البيت وهتطلع احلى. وده بقى سر كنتاكي معاكو ومع جيجي. هنسيبها ونرجع مع بعض تاني نشوف هنكمل التيست بتاعها ازاي. هغلفها بستريتش وادخلها التلاجه. تعالوا بقى حبايب قلب جيجي، بعد ما عدى 6 ساعات على الاقل، لو عايزه تقعديها ليله كامله يبقى تمام قوي. تعالوا كده اهو. بصوا كمان عايزه اقول لكم على حاجه، انا كان عندي شويه اجنحه حطيتهم، برضو تقدري لو ما عندكيش الفرخه، لو عندك اجنحه بس تقدري تعمليها على الخلطه دي. الخلطه دي لقيت عندي حق كيس كده بتاع اجنحه في الفريزر، طلعته وحطيته معاه في التتبيله. التتبيله دي يا جماعه اللي هي الصوص ده، بعد لما بنخلص بنرميه ما بنشيلوش تاني، عشان ده خلاص واخد الزفاره بتاعت الفراخ. تمام، ده بيترمي خلاص، ده بيبقى زفر وبيترمي، ما ينفعش تستخدميه تاني. انا بقول للناس اللي ما تعرفش، عايزه اقول لك ان اللحم بتاعي طري جدا جدا زي ما انت شايفه كده، واللحم نفسه استوى، يعني احنا هنقلي والفراخ بتاعتي نيه، مفيش حاجه اسمها تسويه ولا حاجه، وهيطلع معاكي زي الفل اهو زي ما انت شايفه كده اهو. التتبيله ظبطت الدنيا كلها. تعالوا بقى نشوف محضرين ايه. الكفر اللي هو بتاعنا المقرمش الجميل، هنعمل ايه؟ اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق. النص كيلو من الدقيق بحط عليه كوبايه مليانه من النشا، دي كوبايه الشاي مليانه نشا بالشكل ده. تمام، الكفر من غير لا بقسماط ولا كورن فليكس ولا بيض ولا اي حاجه. معايا ايه كمان؟ معايا كيس بيكنج باودر اهو بتاع الكيكه، كيس من البيكنج باودر، ومعايا معلقه صغيره مليانه من الثوم البودره، ومعايا هنا شوية ملح عشان نبهر الدقيق بتاعنا. الأصفر ده بقى إيه؟ معايا ده بودرة زعفران صفرة، لو موجودة موجودة، مش موجودة عادي خالص ممكن تستغني عنها ونستبدلها بمعلقة صغيرة من الكاري أو من الكركم. تمام؟ أهو، بس بودرة الزعفران هتديكي نفس اللون بتاع المحلات بره. هنبتدي نقلب بقى المكونات بتاعتنا دي، البودرة كلها كده مع بعض كويس جدا اهي. لازم تتأكدي ان هي اتقلبت كله مع بعضه اهو بالشكل ده. تمام، حلو كده. بص بقى معايا ايه تاني؟ معايا بولة فيها مية. بولة المية دي يا جماعة هحط فيها ايه؟ هحط فيها ربع كوباية خل بس كده اهو، عشان دي هتديني الطبقة المقرمشة برضو. هنشتغل بقى ازاي؟ بصوا بقى التكنيك بتاعنا، واحدة واحدة كده اهو. بسم الله، خدت معايا اهو، يا رب بس يبقى واضح. تعالوا كده اهو، بصي هنزل هنا اهو في الدقيق بتاعي، وهدفنها كده في الدقيق، وهسيبها في الدقيق ده لمدة قد ايه؟ هسيبها في الدقيق لمدة 3 دقايق، هسيبها كده واغطي عليها لمدة 3 دقايق، وارجع لكم بعد 3 دقايق نشوف هنعمل ايه. ممكن نحط كله جوه هنا اهو ندفنه، ونسيبه 3 دقايق لو مش عايزه تستني واحده واحده، وندفنه 3 دقايق وبعد كده هنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. استنوني حبايب قلبي جيجي. تعالوا بقى بعد ما عدى 3 دقايق كده، انا حطيت حبه اهو زي ما قلت لكم كده اهو، ودفناهم جوه الدقيق كده اهو. لازم تغطسيهم جوه الدقيق. تمام، هاخد بقى كده واحده اهي، هبتدي انفضها كده من الدقيق شويه. هنزل فين؟ هنزل في الميه اللي حطينا عليها ربع كوبايه الخل بالشكل ده اهي،
تمام كده اهو. بصوا بقى اللون اللي هو بودرة الزعفران، بصوا مديه اللون الاصفر الجميل ازاي. تعالي بقى هنرجع تاني على الدقيق بالشكل ده، وبرده هعمل ايه، هبتدي ان انا اغطسها برده تاني في الدقيق اهي، وبعدين ننقلها بقى على طبق علشان خلاص كده اهي بالشكل ده تمام. بس هي مرة واحدة، مرة الاول في الدقيق، وبعد كده مرة على المية، ومرة واحدة في الدقيق تاني بالشكل ده، وخلاص على كده اهو. هطلعهم بقى كلهم في طبق، وبعد كده هنبتدي نقلي مع بعض ونشوف هنقلي ازاي. عرفنا كده هنعمل المرحلة ازاي بتاعتنا، هنقل دي في طبق تمام. هوريكوا تاني واحدة كمان اهي بالشكل ده، هفضيها كده من الدقيق، وبعدين باخدها في المية بالشكل ده، وبعدين برجع تاني على الدقيق بالشكل ده، اغطسها برضو مرة تاني، وخلاص على كده اهو. هعملهم بقى كلهم بالشكل ده ونرجع مع بعض تاني. استنوني حبيب قلبي جيجي. تعالوا بقى قبل لما نقلي، استنوا عشان عايزه اشوقكم كده، هنعرف احنا هنقدم ايه جنب الفراخ بتاعتنا المقرمشه النهارده. النهارده هنقدم جنبيها، هنعمل الرز البسمتي بطريقه المحلات، عشان هنفرشه وهنحط فوقيه الفراخ بتاعتنا المقرمشه. عايزه اقول لك اول حاجه، معايا نص كيلو من الرز اللي هو البسمتي. الرز يا جماعه البسمتي بيتغسل، في ناس فاكره ان هو ما بيتغسلش، لا بيتغسل ويتصفى. هنا معايا بصلايه مبشوره، معايا معلقتين سمنه، البصله تبقى مبشوره مش متقطعه صغير، علشان لازم ما تبانش مع الرز. البصله هتاخد لون شفاف، ما بتاخدش لون، تاخد لون شفاف بس. وبعد كده هنشوف كمان ايه المكونات وايه التتبيله المميزه قوي بتاعه الرز بتاع المحلات. استنوني حبايب قلبي جيجي، هبهركو يعني هبهركو. بصوا البصله بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين كده اهو، ما خليتهاش تاخد لون، ما بتاخدش لون معايا تمام اهي بالشكل ده. هنزل بقى بالرز بتاعي، هو رز مغسول ومتصفي. تقدري تعملي برضو بالرز المصري لو ما عندكيش الرز اللي هو البسمتي، عادي خالص مفيش مشكله، دي هتنفع ودي هتنفع، اللي عندك اعملي بيه. لو عندك كمان معلقه لحمه مفرومه تقدري تضيفيها عليها، بتدي طعم حلو قوي. لو عندك، ما عندكيش هنعمله زي ده كده ساده وزي الفل. تعالوا نشوف معانا ايه كمان. معايا معلقه صغيره مليانه من الحبهان على ورق الروري المطحون، ومعايا معلقه صغيره مليانه من بهارات اللحمه بالشكل ده. معايا ملح، ومعايا ربع معلقه من بودره الزعفران اللي احنا عملنا بيها الصفره دي. لو مش موجوده يبقى يا اما كركم يا اما كاري، تبقى معلقه صغيره يا كركم يا كاري بالشكل ده. هنقلب بقى كويس قوي قوي، ونحط الميه، ولما يغلي بنوطي عليه زيه زي الرز بالظبط. بصي اللون بقى جميل ازاي، اهو هحط الميه وارجع لكم. بصوا حطيت الميه بالشكل ده اهو تمام، زيه زي الرز العادي، وهغطي عليه، ولما يغلي كويس ويشرب الميه هنوطي عليه ونسيبه يستوي. هتعالوا بقى عشان نبتدي بقى نقلي مع بعض. تعالوا بقى معايا اصغر حله عندي، خلي عندك دايما حله صغيره، اصغر حله اقلي فيها، وبعد ما تخلصي فضي الزيت بتاعك في حاجه ازاز واركنيه، ممكن نشتغل بيه مره تاني، بس الحله بتاعتك تتغسل وتشتغلي فيها وتطبخي فيها وكل حاجه. الحله الصغيره كل ما بيبقى الحاجه غويطه بتطلع معاكي زي بره، اكنك عندك قلايه بالظبط تمام. الزيت بقى وهو بيبتدي يسخن كده اهو، بحط عليه معلقه من الخل كده اهو. ليه معلقه من الخل؟ ليه حطيت معلقه من الخل؟ علشان خاطر ما يشربش زيت، دي بتخلي الحاجه بتاعتك ما تشربش زيت. هستنى بقى الزيت بتاعي يسخن كويس جدا ونبتدي ننزل مع بعض بالفراخ بتاعتنا الجميله. استنى بقى. تعالوا بقى الزيت بتاعي ابتدى اهو يغلي زي ما انتم شايفين، هبتدي انزل اهو بالفراخ بتاعتي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. بودرة الزعفران دي عاملة لون تحفة كده، هنحطهم اتنين، وادي واحدة كمان اهي، ولازم تنفضي كويس قوي من الدقيق
بصي بقى الزيت لما بيغطي الحاجه هتلاقي الحاجه قدت معاكي فوق الوش لما تيجي تستوي. هنهدي بقى النار شويه علشان ايه؟ علشان ما تاخدش لون واللحمه تبقى نيه من جوه. الحته دي مهمه جدا يا جماعه، ماشي؟ لما اجي اقلبها هرجع لكم تاني عشان ما اخدش من وقتكم كتير. استنوني حبايب قلبي سوسو. تعالوا بقى نقلب ونشوف اخبار كنتاكي ايه مع جيجي. بسم الله الرحمن الرحيم. واو ما شاء الله، الله اكبر. بصوا 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 اللون، بصوا الكفر، الكفر ناشف جدا. بصوا اوه وقعت اهي، بصي ناشفه الطبقه بتاعتي ناشفه اهي. بصي هنفتحها كمان مع بعض ونشوف اخبارها ايه من جوه، بس لما تبرد نطلع بقى كده كفايه كده اهي. بصوا بصوا اللحم لحد جوه مستوي معايا ازاي، ما شاء الله الله اكبر. بصوا بصوا الدنيا، وايه دي القطعه الصغننه اهي. نصفي بس كده من الزيت، نطلع الحاجة تبرد وبعدين ننزل تاني قطعة تاني اهو. بسم الله اهو، ودي الأجنحة اللي أنا قلت لكم عليها أهي، حتة كمان صغيرة. ونطلع بقى الكمية كلها لما يستوي كمان الرز علشان نقدم مع بعض، وهنفتح الفراخ بتاعتنا الجميلة دي ونشوف كل حاجة مع بعض، وهبهركم يعني هبهركم حبايب قلب جيجي. عايزة اقول لكم النتيجة روعة اهي. بصوا الرز بتاعنا اهو، بصوا استوى اهو، بصي الفلفل ازاي، بصي لونه جميل ازاي. هبتدي بقى ان انا احطه في السرفيس بتاعي ونشوف بقى طريقه التقديم بتاعتنا عامله ازاي. بصوا انا فضيت الرز بتاعي عشان بس ايه اقول لكم، بس انا عملت ايه حاجه بسيطه اهو، حطيت كده شويه بقدونس وشويه جزر كده مبشورين اهو، زوقت بس كده الطبق علشان نجيب بقى الفراخ بتاعتنا المقرمشه ونرش عليه. تعالوا بقى عشان عايزه افتح لكم الفراخ. بصي الفراخ بتاعتي، بصي الطبقه بتاعتها مقرمشه ازاي، بصي الفراخ بتاعتنا بصي مستويه ازاي، بس سخنه جدا على ايدي اهي زي ما انتم شايفين، بس سخنه قوي قوي، سخنه جدا. اقطعها بالسكينه اهو اهي. بصي مفيش دم جوه، مفيش اي حاجه، زي ما انت شايفه كده الفراخ مستويه معايا اهي. وادي الدبوسه اهو يا جماعه، مفيش اي دم، مفيش اي حاجه، اللحمه طريه ومستويه معايا وزي الفل اهو زي ما انتم شايفين. وادي الكفر بتاعنا اهو، ولون اللحمه وريحتها تحفه تحفه تحفه، وطريه كمان من جوه مش ناشفه اهو. تعالوا بقى نشوف طريقه التقديم. انا حبيت بس افتح لكم علشان تتاكدوا ان الفراخ بتاعتنا مستويه وكله تمام التمام. ادي السرفيس بتاعي بعد ما حطيت كده عليه الفراخ زي ما انتم شايفين. ممكن بقى نحط هنا اهو طماطمايه بالشكل ده، ممكن كمان نقطع شويه فلفل ونحطهم كده اهو. طبعا الايه الديكوريشن ده بتاعك انتي، انتوا عارفين ان العين بتاكل قبل البق، وزي ما انتم شايفين الكميه بتاعت الفراخ دي كلها من فرخه واحده وكيلو واحد من الاجنحه. ادي الاجنحه اللي انا كنت جايباها هي يا جماعه، هي دي ماشي، دي كيلو منها ب 15 جنيه، يعني كيلو واحد ب 15 مع فرخه. عملنا وليمه، يعني لو عندك عزومه هتشرفك وسط العزومه الاكله دي وتحدي، وهتبهر كل ضيوفك وكل ناسك.
واقول لهم هبهركو، يعني هبهركو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده اهو. وكمان فتحت لكم قبل كده اللحمه من جوه مستويه والكفر مقرمش وكله تمام التمام اهو، ده اللون بتاع التتبيله، انما الفراخ مستويه اهو. التتبيله كان فيها بابريكا كتير لو انتوا فاكرين. بصوا الاجنحه اهي، بصوا فتحنا من جوه مفيش دم اهو، ونيه واتعملت من غير ولا نسلق ولا نعمل نص اي ولا نص سوى ولا اي حاجه اهو. بصي بس هي سخنه جدا جدا على ايدي، والكفر بصوا مقرمش ازاي اهو، وطعمها ما يفرقش حاجه عن الجاهزه اللي بتشتريها من بره. اتمنى يا جماعه توصلوا الفيديو ده ل1000 لايك بسرعه و100 الف لايك كده علشان يوصل لناس كتير جدا. وادي سر كنتاكي جبناه النهارده، وتحدي عندي جيجي وبس، حطيت لكم كمان رشه بقدونس كده بالشكل الحلو ده. ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم النهارده، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. وباي باي حبايب قلبي جيجي.